الله يا رب تكونوا بخير جميعا. انا دايما بقول لكم الاخبار اول باول يا جماعه. النهارده وفاه الرئيس الارجنتيني الاسبق كارلوس منعم، تاريخ 14 فبراير 2021. كارلوس منعم مات يا جماعه وهو عنده 91 سنه، ولكن بعد صراع كبير جدا مع المرض يا جماعه. كارلوس منعم اللي حكم الارجنتين سنه 1989 الى سنه 1999، يعني حكم البلاد لمده 10 سنوات، وبرضه ترشح في سنه 2003 ولكنه خسر يا جماعه، اتهموه بالاغتلاس وتصدير الاسلحه الى دوله الاكوادور. وفي سنه 2019 صدر حكم ضده، حكم عليه بالسجن لمده 4 سنوات. انا دايما بجيب لكم الاخبار الجديده يا جماعه. اشترك في القناه يا صاحبي وفعل الجرس ودعمني باللايك. معاكم مستمرين.